الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. صلى الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته على سرر متقابلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في الكلام على باب الصبر، وقد وصلنا إلى الحديث 45 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي الشديد ليس الذي يصرع الناس ويقوى على صرعهم، وإنما القوي هو الشديد، القوة الممدوحة والشدة الممدوحة، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فينتصر على نفسه بأن يكظم غيظه. فهذا لا شك أنه شديد وقوي عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذي يصرع الناس يسمى عند الناس شديدا، ولكن الشدة المحمودة والأولى بالتسمية الشرعية بالشدة والقوة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وذلك لأن الإنسان إذا غضب فإنه قد يقول أقوالاً ويفعل أفعالاً لا يعلم مدى خطورتها، فقد يفعل أفعالاً تؤدي به إلى الهلاك، وقد يقول أقوالاً تؤدي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الحرص على هذا الدعاء، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وهذا أمر عظيم وأمر جليل لا يقدر عليه إلا من وفقه الله بأن لا يقول حقا في كل أحواله، في رضاه وفي غضبه. في الرضا قد يستطيع الإنسان أن يقول الحق لأنه يتكلم بتأني ويدير نفسه ويعلم ما يقول، ولكن عند الغضب قد يذهب فكره ولا يعي ما يقول فيقول باطلا وهو لا يشعر. ولذلك ينبغي الحرص على هذا الدعاء: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، كما كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الغضب كالسبع، إن أطلقته بدأ بك فأكلك، وإن أمسكته حميت نفسك، أو كما قال رحمه الله. وهذا هو الصواب، لأن الإنسان إذا استجاب لغضبه أوقع نفسه في المهالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بترك الغضب لأنه يودي إلى المهالك والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشديد والقوي ليس بصرعه للناس، وإنما عند ملكه لنفسه إذا غضب وكظم غيظه. والحديث الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله: وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يسبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. فانظر ماذا يفعل الغضب في بني آدم. فهذا الرجل
احمر وجهه وانتفخت أوداجه بسبب غضبه، والأوداج هي العروق التي تكون في العنق، وأصل الغضب هو فوران الدم وهو من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك ينبغي أن يذكر كل من يغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. وبعض الناس إذا رأى غاضباً ماذا يقول له؟ يقول له: اذكر الله، صل على النبي. وهذا لم ترد به السنة. السنة أن تقول له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شك أن ذكر الله والصلاة على النبي من الأمور العظيمة، ولكن ما جاءت به السنة هو الذي يقتصر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التعوذ بالله، إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كان ذكر الله أو الصلاة على النبي تذهب الغضب لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة أن تقول له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة، أن يتعوذ بالله من الشيطان. فإن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنه ما يجد من الغضب. وأيضا جاءت في الأحاديث الأخرى أن الغاضب يغير من هيئته، فإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. وأيضا ذكر بعض العلم بأن يخرج من المكان الذي هو فيه، لأن خروجه من المكان الذي هو فيه يقطع سبل الشيطان. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، فإذا جاءكم الغضب فتوضأوا. فهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر أهل الحديث، ولكن ذكروا أن معناه صحيح، بل إن أهل الطب ذكروا فائدته عند حصول الغضب: إذا توضأ المرء فإنه يذهب الغضب. فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معناه صحيح. ولذلك لم ينكر أهل العلم الوضوء عند الغضب، مع أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في سنده. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن كظم غيظه وكظم غضبه، أن الله عز وجل يوم القيامة يخيره على رؤوس الخلائق تبيانا لفضله في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم المشهود. يبين فضله بأن يخير أمام الناس أجمعين بأن يختار من الحور ما شاء. وهذا فيه دلالة عظيمة على فضل كظم الغيظ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فذكر كظم الغيظ في أوائل صفات المتقين: ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. فكظم الغيظ من الأعمال الصالحة الجليلة التي ينبغي أن يعود المرء نفسه عليها، وهي لحظات. الغضب لحظات، فإذا استطعت أن تتخلص عليه في هذه اللحظات وهذه الثواني والدقائق المعدودة فزت بهذه الأجور العظيمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وهو قادر على أن ينفذه، لا بد من هذا القيد. إذا كان قادراً أن ينفذ هذا الغضب فهو الذي له هذا الفضل. أما الذي لا يقدر لا يسمى غضباناً، وإنما يسمى حزيناً. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا. وليس معنى الأسف هنا الحزن، وإنما معناها الغضب، لأن الغاض هو الذي يقدر أن ينفذ غضبه، وهو الموعود بهذا الأجر العظيم في هذا الحديث العظيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. رواه البخاري.
ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهذا الرجل بعدم الغضب يدل على عظيم أمر الغضب، ولذلك هذا الرجل كرر على النبي والنبي كرر عليه، كرر عليه طلب الوصية والنبي كرر عليه الوصية بعدم الغضب. وقد يقول قائل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بعض الأصحاب يريدون منه الوصية فيوصيهم بغير ترك الغضب كأن يوصيهم بالإيمان والاستقامة ونحو ذلك، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل والطالب بما يناسبه وبما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة في الوصية التي يوصي بها هذا المخاطب. فمثلاً هذا الرجل قد يكون رجلاً غضوباً فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب وكرر عليه بترك الغضب، وهذه وصية لهذا الرجل وهي وصية لنا جميعاً بأن نبتعد عن الغضب، إلا إذا كان هذا الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وليكن الغضب محموداً وليكن مضبوطاً ولا يكن عاطفة جياشة ثم تنقلب إلى عاصفة مذمومة، وذلك الإنسان قد يغضب إذا انتهكت حرمات الله ثم يفعل ما يغضب الله عز وجل، فيضبط المرء أفعاله ويضبط أقواله حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا حديث أيضا حديث عظيم يفيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن والمؤمنة إذا أصابهم البلاء سواء في النفس أو في المال أو في الولد فهو خير لهم إن صبروا واحتسبوا، وذلك لأن الإنسان قد تكون له درجة في الجنة لا يبلغها إلا بهذا البلاء الذي ينزل عليه فيصبر ويحتسب فترتفع درجاته. ولذلك في هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، في نفسك في جميع ما يتعرض له النفس من الأمراض من البلايا من نقص العافية والصحة، هذا بلاء في النفس، وفي الولد بأن تموت الأولاد وتفقد يعني أولادك من البنين والبنات، وفي الأموال بأن تأتي جائحة أو يأتيك فقر ونحو ذلك، فأنت تصبر حتى تلقى الله يوم القيامة وليس عليك خطيئة. أي فضيلة يلقاها المؤمن؟ يعني يأتيك البلاء يأتيك البلاء وتؤجر على ذلك. ولذلك قال في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وذلك المؤمن يحتسب جميع ما ينزل عليه من البلايا. وهنا أمر مهم أن بعض الناس قد يكون معه بلاء وهذا البلاء مستمر معه ولكنه لا يحتسبه أجرا عند الله عز وجل. مثالها قد يكون الإنسان مصاب بضعف في النظر، ليس الرجل أعمى ولكن ضعف في النظر، هذا نقص في العافية، يكون معه ألم في يده ألم في رجله وجع في ظهره، هذه كلها من البلايا وقد تكون مزمنة معه مستمرة معه، فمع طول العمر وطول الأمد ينسى الاحتساب فتفوته الأجور. لذلك المسلم يحتسب هذه البلايا التي تنزل عليه من نقص العافية ونقص المال ونقص الولد حتى تكفر عنه الخطايا وترفع له الدرجات. وذكر النووي رحمه الله هذا الحديث بين الأحاديث التي تتكلم عن الغضب، وكان الأفضل بأن يذكر هذا الحديث مع الأحاديث التي قبل الغضب التي فيها جزاء من صبر على البلاء، لأن هذه الأحاديث كلها ذكرها عن الغضب. وسبب ذكر النووي رحمة الله عليه الأحاديث التي عن الغضب في باب الصبر لأن من أعظم الصبر الصبر على كظم الغيظ، ولذلك ذكر أحاديث ترك الغضب في باب الصبر. وآخر الحديث التي ذكرها عن ترك الغضب قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عيينة بن حصن، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن. عيينة بن حصن
مر علينا أنه من مشايخ العرب، وكان هو شيخ قبيلة فزارة، وكان من البدو الأعراب. ولا شك أن البدو الأعراب فيهم شدة وفيهم غلظة وفيهم جفا كما هو معلوم من عنهم. ولذلك جاء عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذي من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا وشبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، يعني هذا كلام عيينة، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. هذه قصة عظيمة فيها من الفوائد: أولا أن عمر رضي الله عنه كان يحرص على البطانة الصالحة، فكانت بطانته القراء كهولا كانوا أو شبانا، والقراء هم العلماء في عرف الصحابة، وليس القراء في عرفنا اليوم أنهم الذين يحفظون القرآن. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم لا يتجاوز 10 آيات إذا حفظها إلا عرف ما فيها من العلم والعمل، فكانوا علماء بسبب ذلك. فالذين يجالسون عمر رضي الله عنهم القراء، أي العلماء، علماء الصحابة، كهولا كانوا أو شبانا. وفي هذا فائدة، أن عمر رضي الله عنه كان يقرب أهل الصلاح وأهل العلم حتى وإن كانوا صغارا، وذلك لأن العلم يرفع صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكان يقرب حتى الشبان في مجلسه رضي الله عنه وأرضاه. وكان ممن يقربه الحر بن قيس. الحر بن قيس كان من العلماء، وعيينة بن حصن هو عم الحر بن قيس. فعيينة طلب الحر، قال: إن لك وجها عند هذا الأمير، لأنه كان من جلسائه، فأذن فاستأذنه لي. فأذن له عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عيينة بن حصن، كما ذكرنا أنه كان من الأعراب وكان شيخا لفزارة، والبادية كانوا أهل جفا وغلظة، قال هذه الكلمة الشنيعة في حق عمر رضي الله عنه. فقال لعمر رضي الله عنه: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، فوالله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. إذا عمر بن الخطاب لا يعطي الجزل ولا يحكم بالعدل، فمن يحكم بالعدل بعد عمر رضي الله عنه؟ الإمام العادل رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الحق، الخليفة الراشد، الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يأتي هذا ويقول لعمر: إنك لا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه به، أي هم به ليضربه، وعمر معروف من هو عمر رضي الله عنه بقوته. فذكره الحر بن قيس رضي الله عنه ورحمه، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، يعني يقصد عمه، إنه من الجاهلين بسبب كلمته الشنيعة في عمر رضي الله عنه. وعمر كان من الوقافين، حتى أن المرأة تأتيه وتذكره بكتاب الله فيرجع عن كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. فالإنسان إذا بلغه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله يقول: سمعنا وطعنا أمنا وسلمنا، وإن كان الذي أتى بالحق من هو أقل منك مكانة وسنا وقدرا، اقبل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق الذي جاء به شيطان،
قال صدقك وهو كذوب. قبل الحق الذي أتى به بعض النصارى عندما قالوا إنكم تشركون، فأمر الصحابة أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فالحق يقبل. ولذلك عمر رضي الله عنه كان من الوقفين، إذا نصح بكتاب الله وسنة رسول الله توقف عن كتاب الله عند كتاب الله وسنة رسول الله، فلما ذكره الحر توقف، مع أن عمر يستطيع أن يمضي غضبه. وعمر رضي الله عنه له القوة الشخصية والقوة الاعتبارية في هذا الموقف. قوة الشخصية هو المعروف بالشجاعة والقوة، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك ابن الخطاب فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز هذا الإسلام بأحب العمرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوته أن الناس كانوا قبل إسلامه يسرون بالإسلام، فلما أسلم أعلنوا الإسلام لقوته رضي الله عنه. فله القوة الشخصية وله القوة الاعتبارية، هو الحاكم الآن، والحاكم ولو كان ضعيفا يستطيع أن يمضي غضبه عن طريق أعوانه، ومع ذلك عندما ذكر بكتاب الله توقف عند كتاب الله، فكان وقافا رضي الله عنه وأرضاه عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكظم غيظه وأن يملك غضبه حتى لا يقع في المهالك وهو لا يشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الوقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.